كيف تفسر هذا الدعم المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي كمبادرة لا رجعة فيها بالنسبة للمغرب من أجل طي هذا الملف؟ أولا سيدتي مرحبا، مرحبا للمشاهدين الكرام. فيما يتعلق قبول الحكم الذاتي، أولا هو محل إجماع مجلس الأمن. فعلا هناك نوع من التناقض ما بين اللجنة 24 واللجنة الرابعة والقرارات التي اتخذها مجلس الأمن. الآن مجلس الأمن يتحرك بسرعة كبيرة، إشادة بالحكم الذاتي، هناك قرارات تصدر عن مجلس الأمن فيما يتعلق قرار 26 فبرجوج قرار 26 54، هناك مجلس الأمن يدعو إلى تنظيم مواعيد مستديرة، هناك مشروع الحكم الذاتي، وأظن أن المقتضيات التي أتى بها مشروع الحكم الذاتي هو تعبر عن حل واقعي سياسي. في مقابل نلاحظ أن الجزائر لا زالت تشتر بعد المصطلحات التي لا فائدة منها. كيف تتكلم الآن الجزائر على حق شعوب تقرير مصير، على الاستفتاء، على مخطط بيكر؟ هذه أصبحت متجاوزة. ما يقوم به عمر هلال الآن ممثل هيئة الأمم المتحدة، ممثل المغرب هيئة الأمم المتحدة، أنه يحاول وضع الحد من المناورات التي يقوم بها جنرالات الجزائر ضد مشروع الحكم الذاتي. هذه منطلق أول. المنطلق الثاني أنه في إطار بلورة الحكم الذاتي، هناك المجلس الاستشاري الذي عمل على إخراج هذا المشروع إلى حيز وجود كان محل توافق معظم الفاعلين سواء من الداخل أو من المنظومة السياسية والمنظومة المجتمعية، وهو محل إجماع داخل المغرب. بالتالي فتسويقه سياسيا كان شيء طبيعي على اعتبار أنه يتوافق مع مواثيق هيئة الأمم المتحدة وما دعا إليه مجلس الأمن. في نفس النقطة، وهنا أود أن أقوم بمقارنة بسيطة على اعتبار أن الجزائر لن أقول عدوا ولكنها تعتبر خصما سياسيا، بالرجوع إلى الدستور الجزائري الذي أقره الشعب الجزائري انطلاقا من الفصول 10 23 مادة 29 مادة 30 مادة 31، فيها مجموعة من المبادئ على الجزائر احترامها. تقول الجزائر مثلا في دستورها أنه مثلا ممنوع على المؤسسات القيام بإجراءات أو تصرفات من شأنها خلق تبعية واستغلال، في حين ما تقوم به الجزائر الآن هي أنها خلقت كيانا مصطنعا بتاريخ سنة 1957. الجزائر تقول أن النزاع المفتعل الآن يدخل في إطار تصفية الاستعمار، في إطار اللجنة 24 واللجنة الرابعة. بالعودة إلى تاريخ سنة 1957 الاستعمار انتهى، بمعنى آخر أن الدفعات التي تقدم أمام اللجنة 24 أو اللجنة الرابعة ليست لها شكليات أساسية. المغرب الآن يحاول مع رفقائه السياسيين الدفاع عن مشروعه سواء داخل التنظيمات الدولية أو في علاقته الثنائية مع مجموعة من الدول. مثلا إسبانيا هناك كثير من القيل أو القال حول وصول اليمين وإمكانية أن يتغير الموقف الإسباني. من يقول هذه الكلمة لا يعرف جيدا طبيعة اليمين. بيدرو سانشيز باعتباره أنه الآن هو رئيس الحكومة، كان هو في السابق كان هناك صراع داخل الحزب الاشتراكي ما بينه وما بين البارونات. لا ننسى أن الحزب الاشتراكي العمالي الآن هو حزب اشتراكي قوي، في حين أنه ما يعاني منه بيدرو سانشيز ليس في ذاته، لا يرتبط بحزبه بقدر ما يرتبط بالائتلاف الحكومي الذي تتكون منه تشكيلة الحكومية. إذا رجعنا شيئا ما حاولنا قراءة المشهد الإسباني، هناك شيء من التشرذم، هناك حزب الشعب وهي التي دفعت حصوله على حوالي 700 صوت. لا يجب أن ننسى أن بيدرو سانشيز في الانتخابات التشريعية حصل على 1,600,000 صوت، وكما نعرف أن التقطيع الانتخابي يختلف بالنسبة للدوائر التشريعية على الدوائر الجهوية. بمعنى آخر أن القضية المغربية، أن قضية المغرب قضية الدفاع عن وحدته الترابية لا يمكن ربطها فقط على علاقات ثنائية، هي داخل منظومة هيئة الأمم المتحدة، هناك مسار مستوى سواء على مستوى وزارة الخارجية أو على مستوى الممثل الدائم للمغرب بهيئة الأمم المتحدة، إذا هناك سياستين بشكل توافقي. تعتقد الجارة بين قوسين أنه بوصولها إلى مجلس الأمن يمكنها أن تغير مجموعة
من الـ من الـ من القرارات المتخذة في السابق. أظن أنه يجب شيئا ما قراءة الوثيقة الدستورية الجزائرية والالتزام بها بالنسبة للجار الجزائري.